وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وآدابه، نتعلم معناها ونعمل بمقتضاها، حيث أن هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة بعد رحمة الرحمن تبارك وتعالى. والدليل ما أخرجه البخاري حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. والحمد لله جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبشروا بالجنة يا أمة محمد، أبشروا بالخير من فضل الرحمن جل وعلا. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، الذي لا يريد الجنة. فاستغرب الصحابة فسأل الراوي رضي الله عنه قال: من يأبى يا رسول الله؟ يعني من ذا الذي لا يريد الجنة؟ فاسمع يا رعاك الله الضابط والمقياس والمعيار والشرط في دخول الجنة. قال: من أطاعني ها دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الميزان معك اليوم، أوزن عقيدتك وعبادتك ومنهجك وفكرك وتوجهك وكل ما تتقرب به لله جل وعلا، إن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين والسلف الصالحين، فاشكر رب العالمين ثم استقم على هذا الدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتبعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآية. وإن كان هناك خلاف ذلك، يعني خلاف السنة، من شهوة أو شبهة، فما زلنا في دار المهلة توبة إلى الله ورجوعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.